أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في معنا مجاهر جديد، الأخ نور فهد، طبعا الأخ السوري. خلونا أول شيء نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي نور. أهلا فيكم كل اللي عم يسمعنا. أهلا وسهلا فيك أخي. طبعا نور هو مجاهر معنا بالصفحة، واليوم راح يجاهر معنا بحلقة كاملة، وخلونا نسمع شو بده يقول لنا نور، وشو عند نور، وكيف صار ملحد، وكيف تحول من إيمان للإلحاد. طيب نور، يعني أعطينا أول شيء بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، تفضل. أنا نور فهد، من سوريا، عمري 24 سنة، كنت ساكن باللاذقية. هلا أنا مقيم بالسويد بستوكهولم، إلي شي سنتين طالع من سوريا، واستقريت بالسويد بشكل عام. شو بدك نبلش هلا؟ خلفيتك مسيحية ما هيك؟ ايه، خلفيتي مسيحية. بابا أرثوذكسي كان وماما كاثوليكية، فتلاقي دوما الجو شوي مشحون، يعني واحد بشد وواحد بيرخي. وجدي أبو أمي يعني كان بالكنيسة شيء مهم، كان حتى أنه آخذ وسام من البابا. فدوما بتلاقي أنه الطقوس كتير شوية متشددة، أنه بالبيت العيلة أولاد عمومتي أولاد خالتي، أنه الجو المسيحي، جو الكنائس، وجو المدارس الأحد، نروح على مدارس الأحد. بس طبعا أنا كنت روح على مدارس أحد، أنه بعدها بنروح نحن الشباب بنروح على صالة ألعاب أو كذا. بس أنه كان أنه هن بشكل عام ممكن فينك تقول أنه هيك جو ممكن ينيمك مغناطيسيا كجو اجتماعي ما أكثر، بس لما ممكن أنك تعمق فيه بيصير ببين معك الخلل اللي فيه، مدى التعصب حتى اللي فيه. أكيد أكيد، يعني هو كان الوالد لازم ياخذ وسام من الماما مو من البابا، لكن أكيد إذا ما أخذوا مشكلة بينام برا البيت ما هيك. أي. طيب نور، يعني يا ريت تحكي لنا من الصغر كيف كان، يعني كيف شربت الدين، كيف تعلمت الدين، كيف علموك الدين، كيف تصورك كان حول الدين، كيف كنت تفكر بالدين؟ تفضل. الأول مثل ما بتعرف يعني الواحد بيكون صغير. بصراحة أنا ما لقيت حالي يعني من صغري بالدين، حسيته أنه شيء مبالغ فيه، الجو اللي بيحطوه فيه والهالة الروحية اللي بيعطوها لأي شغلة موجودة أو ذكرت بالإنجيل. مثلاً أنا كنت أحس من ناحيتي أنه طالما الله عنده هالقدرة وهالجبروت، يعني أنه شو سبب اضطرار الأشخاص مثلا المسؤولين بالكنائس حتى المسؤولين علينا بمدارس حد على إصرار أنه نشر البروباغندا المسيحية، وحتى أنه إصرار على الانغلاق ضمن هالجو المعين، يعني أنه حتى أنك ما تفتح على أجواء تانية، على أديان تانية. أنه زرع فكرة أنه نحن الأفضل، حسيت فكرة مشوهة، يعني أقرب لفكرة آرية. صارت الهالة الإلهية عندي شخص الله أنه تفقد حصانتها شوي شوي، يعني حاولت مثلا أنه قريت أنا الإنجيل، حاولت أكثر أنه أفهم شو الغرض وشو الغاية من هالرسالة، يلي هي رسالة بشكل عام، هي رسالة عامة، يعني بالنهاية هي أي كل الأديان حكت بنفس الرسالة، اليهودية والإسلامية والمسيحية، بس بالنهاية الشيطان كان بيكمن ضمن التفاصيل اللي فيها. فلذلك حاولت شوي شوي اطلع برات الجو، ارجع ادخل شوي على الجو، بس بالنهاية ما ابدا ما شفت حالي جوات جو الكنيسة المسيحية، ما قدرت، حاولت. يعني لما كان يصوروا لك اهلك مثلا الاله
المحبة والحكي هذا، أنت كيف كنت تتخيله بدماغك؟ كيف كنت تفكر بمسألة الإله؟ كيف كنت تفكر بجهنم مثلا أو الملكوت، يعني بين الملكوت وجهنم، أو ما بعرف إذا كان عندكم تهديدات بجهنم أنتم كمان مسيحيين. أكيد التهديدات لا تخلو، يعني إن كنت غني ولا إن كنت فقير بالمسيحية في عندك تهديدات، وبيقولوا لك وإن كان شخص ما بيعطي وما بيزكي ما بيدخل على الجنة، وكدخول الجمل بيسقط إبرة، ومن هالتصورات هي يعني، فبتحس انه ما بتعرف حالك كيف بدك تخلص، يعني انه بتروح من هون بيجوك من هون. فيعني انا كنت حاول ارضي اقل المستويات، مثلا انه ممكن انه صوم 4 وجمعه لحتى امشي اموري، مثلا سر التوبه روح اعترف. بس بالنهايه حسيت انه ما حدا عم يسمع لي، يعني انه حتى الكاهن الموجود جوا ملتهي بشيء ثاني، ما عم بعرف يعني، ما عم يعرفوا يوصلوا لي حتى الفكره بطريقه جذابه. يعني هون هي النقطه، حتى الطريقه اللي بيطرحوا لك اياها هي طريقه جامده قديمه ومتبعينها من 30 40 سنه، وما ناويين يطوروها لحتى يصيروا العصر اللي عم يجي والجيل اللي عم يجي. هون هي النقطه. بس طبعا يعني الاهل بيضلوا بدهم، ممكن يحطوا لك تراتيل، ممكن يبعثوك على جوقات حتى لتفوت بس هيك بالجو وتتنين فيه مغناطيسيا، انه اذا ما على الاقل اذا ما كنت متدين انت، هاي في حواليك عالم، يعني انه خليك ضمن هالصيت، ضمن صيت الانسان المسيحي المنيح على اقل الحدود. انا بس بدي انوه لاصدقائنا قبل ما يعني الحلقه تسخن اكثر، يعني السكايب موجود بالديسكريبشن تحت الفيديو، يا ريت انا باخر الحلقه راح افتح السكايب، وانا بتمنى منكم انه تشاركونا بالمداخلات وبالتعليقات، يعني بتغنونا الحلقه ونستفيد منكم وكلنا نستفيد من الحلقه. طيب اخي نور، كيف بدات بالشك يعني، وليش يعني كيف بدات بالشك وليش بدات بالشك؟ شو الاسباب اللي مثلا دفعتك تشك اول شيء، ومراحل الشك اللي عديت فيها، احكي لنا عنها تفضل. مراحل الشك كانت فينك تقول على مستوى طفل صغير، يعني انه مثلا ممكن انا اقعد افكر انه انا ليش بقعد بدرس الساعات وبالاخر مضطر انا مسح جوف لله وصلي مشان بالاخير جيب علامات منيحه، يعني المفروض يمشي معي احدى الحلين، يا اما صلي كثير لحتى انجح، يا اما اني ادرس منيح. وبصراحه يعني الله هون خسر بهالمرحله، ولقيت انه الدراسه بلا صلاه فعاله اكثر من الصلاه بلا دراسه. وكمان كان في فكره ثانيه، يعني بتعرف الطفل الصغير بيكون طفل عاطفي جدا، يعني انه كنت فكر انه ليش طفل يلي بافريقيا اللي عم يولد بالمجاعات اللي عم تصير بافريقيا، ليش عم يولد لحتى يموت من الجوع؟ شو الفائدة كانت من هالأمر؟ ولأيمت بده يضل هالسلسلة من الولادات يلي بلا معنى؟ إنه ليش؟ هاي الفكرة اللي ما حدا قدر يجاوبني عليها، ممكن يقول لك إنه خلص هيك الله رايده، هو هيك كاتب له لهالولد إنه يموت ويمكن معه إيدز. ما شفتها منطقية بصراحة، يعني حتى فكرة أنه نحن جايين من مثلا نسل آدم وحواء، يعني كان في 3 أول ما نزلوا على الأرض، آدم وحواء وقابيل بعد ما قتلوا لهابيل، يعني فكرة أنه هابيل ممكن، يعني على الأغلب ما في غير الحل أنه هابيل نام مع أمه لحتى كثر النسل، يعني فكرة مشوهة جدا، ناهيك على فكرة انه بالطب غلط ما زابط، وبتأدي بالاخير لسفاحة وقربة وتشوهات. فيعني كانت الفكرة ابدا مو زابطة معي، وبالاخير انه الله بعظمته وجبروته ممكن ينزل حدا بس لانه خالف شغلة صغيرة ومشان تفاحة،
يعني كمان انه وين الحكمه اللي كانت عنده اللي يحكونا فيها بالساعه؟ يعني في كثير تناقضات انا هيك شفتها. طيب بدي اسالك نور، يعني هلا كثير بيقولوا لك لما بشوف طفل مثلا عم بينازع عم بيموت ولا بكارثه ولا مصيبه، بتسال اي مؤمن، يعني مو شرط المسيحي المسلم، اي مؤمن كان، بيقول لك هي حكمه من عند الله. انت شوف تفسر هالجواب هذا، كيف بتجاوب عليه انت مثلا شخصك؟ تفضل. هلا انا كيف بشوفه لهالجواب؟ بشوفه لهالجواب جواب شخص خاضع وخانع وما قدران يغير شيء، جواب انه خلص انا ما طالع بايدي شيء، في احتماليه انه يكون في الله ممكن يجيب له حقه لهالطفل، وهو بيعرف بذاته انه ما له مقتنع بهالحكي. لذلك يعني هذا جواب يدل على انه انسان ما له واثق حتى بدينه يلي هو قاعد عم يدافع عليه، لانه هو بالاخير ما عم يقول لك خيو هذا الله عم ينفذ له اياها من طرف ثاني، لا هو بمجرد عم يقول لك هي حكمه الله. وانا بشوف الانسان يلي ممكن يوثق بهيك حكمه بانه انسان فقد مصداقيته لنفسه وفقد انسانيته لنفسه، لانه عم يعبد شخص ما نو قدران ينجي طفل. فكيف ممكن يتوجه لحروب ومجاعات أكبر عم تصير على مستوى أشخاص، مو بس على مستوى طفل وطفلين؟ صحيح صحيح، وللأسف يعني هو مثل ما بقولوا جواب اللي ما عنده جواب، يعني بقول لك حكمة، صحيح. شو الحكمة يعني للأسف الشديد. طيب نور، أنت كيف يعني خلينا نقول أنت وصلت إنه الدين خرافة وانا اليوم ملحد، كيف وصلت له وانت وصلت له؟ تفضل. هلا وصلت له لما حكينا بطريقه منطقيه وفكرنا بطريقه منطقيه، انه عندك اول شيء الدول الاوروبيه اللي هي على اساس دول ملحده، من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه احسن منا بألف مره، وشافوا انه الدين والسياسه ما بيجتمعوا وآثارهم سلبية ورجعية جدا وما بتؤدي إلا لدمار. فلذلك أنا حسيت الدول العربية يلي هي شاملة الدين كشكل عام هي دول خاطئة على مستوى الشعوب، فكيف على مستوى الأفراد؟ وعمر الأرض أكثر من 4.5 مليار سنة، وعمر الإنسان 200 ألف سنة، فعلى أي أساس ممكن أنا أتبع إنجيل أو قرآن أو توراة عم تقلك أمور صارت انكترت بعشرة آلاف سنة؟ يعني في تناقض غريب، وأربعة فاصلة خمسة مليار سنة يعني التكوين تاع الأرض طول لحتى وصلت لهالشكل هذا. وحتى الدراسات الجديدة، يعني حتى لو كنت أنت هلأ شاكك وعندك شك، الدراسات الجديدة يعني أمور مثلا الانفجار الكبير البيج بانك ثيوري صاروا هلأ مختبرات مثل المختبر اللي موجود بسيرن على الحدود بين سويسرا وفرنسا، صارين هلأ عم يكتشفوا حتى اكتشافات يمكن أنه تعدى الانفجار الكبير، مثل نظريات الكون الموازي وأنه الكون بلا نهاية، يعني انه تخطينا حتى مرحله كتاب صغير ممكن يوصلك لله، صرنا عم نحكي باكوان، فعلى اساس هالكتاب رح يغطي هالشرخ الكبير مع العلم؟ هذا كتاب بعمره ما ممكن يغطي لك نظريه مين عمل لي كاسه الشاي، ما بتعرف للاسف. وللاسف لهلا موجود دين عالم بطريقة فظيعة بالدافع من دون حتى ما تقرأ شو موجود، وبتقرأ ألف تفسير وتفسير بس كرمال تقلك أنه نظرية الأكوان ونظرية كذا ونظرية كذا كلها موجودة. وين موجودة؟ وليش ما أنتوا أوجدتوها قبل؟ يعني أنه تنطروا لحتى تطلع نظرية وتدحشوكم على كلمة إجت هون ولا هنيك ولحتى تعدوها للكلمة؟ طب ليش ما خلص تزقوا بالعلم وخلي العلم يكون هو سلاحكم؟ يعني وانا من هي من
ايمت بدي اقول لك، انا كان الشك قطع لحتى صار الحاد سن ال 15 او 16، من خلال مثلا أرى اكثر عن نظريه التطور، عن اول سلاله مثل لوسي مثلا. مثلا فوت منتديات، كان قبل في منتدى الملحدين العرب، هلا ما بعرف اذا لساته شغال المنتدى لانه تسكر لفتره تعرض للتهكير. كان في كثير بتصير حوارات لدرجه انه ممكن يوصلوا لحوارات رياضيه بالاخير. الشخص المسلم يعني اللي عم يحاول الملحد عم بيقول له انت انسان صحيح، انت حكيك صح، يعني حتى هن بيعرفوا شيء، بس ممكن خلال اسبوع ممكن يعملوا مسح ذهني ويرجع على نفس القصه ويرجع يكرروا نفس المعادلات، بس كرمال انه يشوفوا بركي انسان ثاني عجز على انه يجاريهم، وهن بس هيك مع ذاتهم بحسوا بالانتصار. يعني بتعرف بالاخير النرجسيه موجوده طالما في عندك هيك شخصيه. طيب برايك نور، يعني هلا بالفعل يعني مساله كثير مهمه هون، انه الشخص المؤمن يعني يرفض مثلا نظريه التطور، يرفض نظريه البيج بانج. هي ما هي نظريه، هي حقائق للاسف، يعني هي حقائق مثبته علميا ومنتهين، العالم منتهين منها، بس نحن اللي قاعدين عم يعني نحكي فيها بسذاجه للاسف الشديد. صحيح. يعني برايك ليش هالتمسك انه يتمسك بدينه؟ يعني بتمنى لو تطلع نظريه التطور غلط، والانفجار الكبير غلط، ولا الاكوان المتوازيه غلط، يعني بيتمنوا يطلعوا غلط مشان هم يكونوا صح. يعني برايك هو الخوف، هو الهويه، شو برايك؟ شو يعني ليش الشخص هذا هيك متعصب للفكره هاي، مع انه يعني كثير منهم بيعرفوها فكره غلط، فكره خرافيه. هلا اكيد الفكره فكره خوف بحت، انت الك عم تعبد شيء معين، الك 20 50 ممكن 60 سنه، اجيت فجاه ما في الله. نحن انولدنا من سلسله معينه، من حاله التطور، من حاله الجين الافضل، تطورنا على مراحل والتكيف، هي كلها انت جاي عم تفهمه يا لشخص بعد كل هالشيء. يعني انه لمين صلى؟ يعني ممكن انه يوصل معك لدرجه انه بيقول لك انه يعني هلا شو بعمل انا؟ يعني هلا بروح بغتصب اللي بدي اياه طالما ما في جهنم؟ يعني انت لحتى تطلعه من حاله لحاله بدك مرقه بحياه كثيره. يعني هو بيقول لك انا بغنى عنها، خليني بالطريقه والتصور اللي انا عم بتصور فيها الكون انخلق، وبالطريقه اللي انا راح اتعاقب فيها، وبالطريقه اللي راح مسح ذنوبي فيها، بس لا تقول لي الكون ما له مسيّن. يعني انت حطيته بحال يعني عن جد مرعبه، وبصراحه يعني انسان ضعيف شخصيه ما فينه يتحمل حالة التغيير. يعني اذا ما كان انسان واثق من حاله ما فينه يغير حاله، لانه صارت القصه هويه، صارت هوية نظامي. يعني إنسان المسلم أو المسيحي إنسان عنده هوية، يعني هو بيتفاخر على أنه هو مسيحي، بيتفاخر على أنه مسلم، بيتفاخر على أنه هذا العالم مسلم، فاخر على أنه هذا العالم يلي عمل إنجازات مسيحي. يعني تعدت القصة، صارت القصة أكبر من هيك، صارت القصة أكبر حتى من وجود الله أو عدمه. هون هي النقطة. وفي كتير عالم بتقلك بتكفر بالله بس لا تقرب على يسوع يعني، ونفس القصة على محمد. هذا يسوع الدلوع. دلوع. طيب نور، يعني أنت لما اكتشفت إنه الديانة خرافة، ومثل ما بقولوا شفت الإلحاد وشفت العلم، خلينا نقول فكرت شيء. عفوا على السؤال، يعني قبل ما تصل مرحلة الإلحاد. نعم. ولما شفت مثلا ديانة المسيحية خرافة، وطبعا الدين تربيت فيه، فكرت شيء بتدرس ديانات أخرى؟ يعني عندك الإسلام قريب كتير، وناس كتير حوالينا كتير الأغلبية مسلمين، فكرت شيء يعني تعتنق ديانة أخرى ولا تدرس ديانة أخرى حتى تعتنقها؟
هلا انا ممكن اشبه لك هالامر انك تطلع من دين تدخل لدين، يعني اذا كنت ممكن شوي ما عم تفكر بطريقه عمليه ممكن انك تعب بهالورطه، لانه بالنهايه بس يسقط ديني مثل الدومينو، مثل احجار الدومينو بتصير بيسقطوا باقي الاديان كونه كلهم اخذين من بعض. وما فكرت ابدا اني اعتنق اي ديانه ثانيه، كونه لانه لاول مره بحياتي بحس بالمسؤوليه الحقيقيه تجاه تصرفاتي. انا الوحيد المسؤول عن اي خطا بصير او اي فعل صواب بصير، لانه ما عاد بحاجه الى انه يجعل حياتي مسيره او مخيره لما هو بده. شفت انه الامر كثير عبثي انه يكون في 13 ديانه او 20 حتى ديانه حول العالم دون تدخل من الله لاعلان اي ديانه هي الصح. فانا اذا اخذت مثلا رحت على الديانه الاسلاميه، انا شو باكد لانه هاي الديانه صح؟ يعني بدي اقعد اجرب 20 ديانه لحتى الله يقول لي خلاص هاي هي الديانه الصح؟ ما زبطت معي ابدا يعني. فشفت الالحاد هو الشيء الوحيد يلي ممكن يعطيك حتى دفعه معنويه ويعطيك حتى احساس انك انسان فعال، انسان ممكن انك تعمل شيء، لانك انت صرت انسان ممكن يعتمد عليك كونك انت طلعت من هالحاله وما بدك ابدا تعيش باي كذبه جديده، وما بدك حتى تسبب لغيرك انواع جديده من الاكاذيب اللي ممكن تضرهم. طيب انت لاحظت شيء فرق بين النور اللي كان مثلا جوا المسيحيه مثلا خوف من الله وتخويف والمسائل هي ونور الملحد، يعني في فرق بين الشخصيتين؟ اكيد في فرق شاسع، في فرق ثقه بالنفس، في فرق انك انت صرت هلا كاسر اكبر حاجز خوف كان لك انه اذا انا عملت هيك ممكن روح على الجنه، اذا انا عملت هيك انا ما عاد روح على الجنه، شو بدي اسوي؟ ما عاد في شيء ابدا رابطك غير اخلاق. وهي هي هون النقطه، انت صرت ما عم تعمل شيء كل ما تروح لهون تروح لهون، انت عم تعمل شيء لانك انسان منيح. وهي شغله ما المؤمن ما لهلا ما عم يفهمها، انت ما عم تعمل لهالشخص هالشغله لانك منيح، عم تعملها لانك انت بس ما بدك الله يحرقك بالنار. وهي شغله احقر شغله ممكن تعملها بحياتك، لانه انت هيك مو بس خليت عن انسانيتك، صرت انسان عم ترقد ورا فايده، ولما توصل لهون خلص وصلت لأسوأ مراحلك. صحيح، هو المشكله عندكم بالمسيحيه ما في اغراءات مثل الاسلام، يعني لو في لا لا ما جاي بحق القصه. طيب نور، انت حاولت شيء تجهر الحادك قدام العيله، قدام مثلا اصدقائك بشكل من الاشكال، يعني حتى بشكل مثلا تلميح ولا؟ تفضل. هلا انا محيطي كله بيعرف اني ملحد، ولحسن الحظ انا انحظيت برفقات كلهم ملحدين، فما كان عندي هالمشكله ابدا. وحتى كنت بمدينه لاديه، مدينه كثير متحرره، يعني انه خلص انت ويعني انه اللي انت بتفكر فيه انت بتفكر فيه، ما عندهم مشكله ابدا فيه. وعائلتي يعني لهلا انا اكيد جدي ما بيعرف اني ملحد، يعني ما بدنا كمان نعمل له مشاكل، الزلمه ما ضل له شيء يعني. على كل يعني بس بده يضل ضمن حدوده، لانه الحذر مطلوب شو من كان بسوريا، ما بتعرف شو ممكن يصير معك، يعني ممكن اي حدا يستعمله ضدك هالشغله، وصايره كثير مع عالم بعرفهم يعني، وخصوصي بهيك اوضاع. انا يعني اشجع اصدقائنا الاعزاء انه يتصلوا فينا، انا فتحت سكايب هلا، انا بتمنى منكم تتصلوا فينا وتشاركونا بارائكم وتعليقاتكم، وخلوا الحلقه هيك نعنش يعني ساخن. ايوه سخنوها هيك، سخنوها، سووا لنا اياها جو سخوني مثل ما بقولوا. جاني مسج من الاخ جون،
ايوه مساء الاخ، مساء الخير اخي جان والاخ نور. سؤالي: كيف نستطيع ان نجذب الشباب العرب الى الالحاد، مثلا عن طريق تثقيفهم باهميه العلم والعلماء، وجذبهم بطريقه مختلفه عن طريق الاشعار الجميله كما يفعل الاخ جان، شكرا شكرا، عن طريق الغناء او الاشياء الجميله مثل نشر الحب كما يفعل المؤمنين، فهم ينشرون الدين عن طريق الأناشيد الدينية وترتيل القرآن والإنجيل. وشكرا لكم، أخوكم الفلسطيني جون. شكرا لك جون. يعني أنت شو بترد؟ تفضل. انا من ناحيتي بقول لك، لحتى تنشر شيء معين لازم يكون في وسط مساعد. اذا ما كان في وسط مساعد، ممكن الشيء انت عم تعمله بينقلب ضد. على الاقل اول شيء لازم تهيئ بيئه. اذا ما هيأت بيئه، كمان رح يصير في عوامل مضاده. لما بصير في عوامل مضاده، ممكن يسبب لك مشاكل اكثر. فلذلك يعني الشخص اللي ما شفته عم يتقبل ابدا اي شيء علمي، اتركه لحاله، خليه هو لحاله يكتشف ذاته. يعني ما تعرض حالك لاي مشاكل اذا انسان عن جد ما بيستاهل هالشغل. انا هي نصيحتي. يعني شكرا نور. انا بصراحة يعني انا رأيي انه بالفعل مثل ما قال جون، يعني العلم هو اهم الشيء، صحيح. بس كيف بدنا نوصل العلم؟ هو يعني مثل ما بقولوا، هلا المي لما بتكبها بتروح حسب الجاذبية. فنحن عم يصير فينا هيك، نحن عم نشتغل على قد ما بنقدر، عم نوصل مثلا العلم على قد ما بنقدر. ففي ناس بتفهم، في ناس قابلية للفهم بطيئة شوي، في ناس بتفهم بعد سنة. فالمهم الانترنت سوى المستحيلات، سوى المعجزات أظن، والمعجزة الكبرى يعني جاية على الطريق. اي هذا رأيي. تفضل نور. اي ممكن كمان نساهم انه نعمل ندوات خفيفه. ممكن نحكي على امور بتهم الشباب، وممكن تؤدي لطريق توصل فيه انت رساله ضمنيه. ممكن هالرساله تكبر، وممكن يصير هالشيء على ارض الواقع. تبلش تنشر فكرة مثلا هلا عم تصير، مثلا مثل أمواج الجاذبية. ممكن أكثر إنك تحيدها عن فكرة إنه هي ذكرت بالقرآن. خلاص ممكن إنك تصير تعطيهم مثلا نظرية أينشتاين اللي حكى فيها من الثلاثينات تقريبا، 1930 أو 1920. يعني بال 1922 هي اثبتت، يعني هي من 1965 تقريبا بدا فيها اينشتاين يشتغل فيها 1915، وحتى اثبتوها يعني طولت اظن 1922 اظن. يعني انا برايي هيك بواب يعني بتجي انه كثير مؤاتيه لحتى انت تبلش تدخل فيهم، لانه هن بالنهايه يعني انه قد ما قالوا نحن كان ذكرت بالقران، صدقني ما حدا مصدقها، ولا هن اللي عم يحكوها مصدقينها، بس هن عم يجاروا. يعني ممكن يشوفوك انت انسان فهمان يمشوا معك ويفهموا اكثر، وهالشغله بتفتح ابواب. فاذا في هيك وسط جاهز، بنصحك تبلش بفلسطين. صحيح صحيح. طيب نور، برايك شو اهميه انه مثلا هلا انت، انا، اصدقائنا بيجاهروا بإلحادهم، برأيك شو أهمية الجهر بالإلحاد بحد ذات الفكرة يعني؟ تفضل. هلا فكرة إنه إنك تجاهر بإلحادك، هي أكيد فكرة كبيرة. إذا أنت كنت قدها، أنا بنصح إنه الواحد يعملها. بس إنه طبعا نظرا للأوضاع اللي عم تمر فيها البلدان الشرق الاوسط والدول العربيه وبشمال افريقيا، انه من اعتقالات مثلا الملحدين، شفنا في شباب بنعرفهم يعني انه صارت معهم امور يعني ابدا مو ظريفه، يعني وحتى انه ما أنا انسانيه بس لانه هن ملحدين. يعني حتى الوضع يلي صار مع زميلنا واخونا رائف بدوي ومع مرته بالسعوديه، يعني انه لحتى انت
جاهر بالإلحاد، يفضل أن يكون في وسط داعم، أصدقاء مثلك، تحطوا إيديكم إيدين بعض، أنه التنسيق مهم، التعاون مهم بين الملحدين، حال أي زميل من زملاء أنه معرض لأي موقف أو تهديد، ممكن مثلاً أنتم تتواصلوا مع جمعيات حقوقية، محامين متعاقدين مع حقوق إنسان، مثلاً جمعية أمنيستي العالمية، وحتى نحن ممكن أنه نقدر نساعد لحتى هالشخص يصير عنده الوسط أكبر ببلده من خلال تأمين الحماية من الخارج، من خلال تحفيز الجمعيات لحتى تخلي هالحق واجب للدول أنه تحميه. أنا في عندي سؤال هون، يعني يلا مثلا بصراحة الديانات شغلة عجيبة، يعني بكل ما تحمله من جراثيم ومن أمراض. يعني بيقولوا لك الدين، الإرهاب لا دين له. نعم، برأيك يعني خلينا بالإسلام. أنا بعرف خلفيتك مسيحية، بس ما في مشكلة إنه هذا نناقش. الطلب بشكل عام. يعني هل العبارة هاي إنه الإرهاب لا دين له، برأيك مدى مصداقية هالعبارة هاي خصوصا مع الإسلام؟ خلينا نقول تفضل. هلا بصراحة أتصور الشيء اللي عملته داعش هي كشفت هالعبارة، لأنه بالنهاية الشيء عم تسويه كله مستند بآيات، مستند بأحاديث وبمراجع، وإن كان من ابن تيمية ولا إن كان من غير أشخاص قدروا حسب حكيهم يفهموا القرآن وتفاسيره، فإذا هن مستندين بكل شغلة عم يساووها على مرجع ديني، ولذلك يعني حتى شو اسمه الازهر بمصر ما كفرهم، لانه عم يقول لك هدول العالم عم ينفذوا اللي موجود بالقران، فلذلك ابدا هالعباره ما ممكن ان تكون صح. حتى بالنهايه انه حتى فينا نقول على الطرف المسيحي، يعني الامور اللي صارت ياما كان في ميليشيات مسيحيه او مثل ميليشيا الكي كي كي، مثل الشيء اللي عم يصير هلا، مثل الحكي الكاره لاي شخص مثلا من لون ثاني او كان من طائفه ثانيه، اللي عم يصير بامريكا هلا من طرف مثلا دونالد ترامب، هو انسان هلا مدعوم من النازيين الجداد، الحاله اللي عم تصير هلا باوروبا كمان نفس القصه، النازيين الجداد، هي كلها مستنده على أمور دينية، على مراجع دينية، مستندة على خلفية دينية على الأقل. وما أتصور في ملحد أنه يكون نازي، لأنه هو إنسان عنده طرف كبير من الضمير والحب للإنسانية، ما ممكن يتصرف بالطريقة هي، هو خرق هالمستوى من طريقة التفكير اللي أنا بدي أفكر أنه هذا أسود، هذا بدي أقتله. فلذلك ما حد عم يعمله غير المتدينين، يلي ذكروا انه السود غلمان، يلي ذكروا انه العالم يلي عم تيجي من غير ما كان هدول يحلل ذبحهم، يحلل يصيروا سبايا، يعني هن كاشفين حالهم، يعني ما في داعي يتخبوا، ودعايات من قنوات الدين الارهاب لا دين له، يعني خلاص بقى، ما عاد حدا صدق ولا حدا اشترى. للأسف. صحيح يا أخي نور. أنا نور بصراحة، يعني أنت شخص سوري وأنت من مدينة اللاذقية، يعني هي مدينة اللاذقية هي مثل ما بقولوا عروس الساحل السوري، والمتواجدين أكثر شيء الطائفة العلوية يعني هني. يعني هلا نحن هلا الصراع الموجود بسوريا، خلينا نقول أنا ما بدي أحول الحلقة لشيء سياسي، أنا ما بحب السياسة بصراحة، ما بحب أدخل السياسة فيها، بس للأسف الشديد الصراع الصاير اللي دمروا بلادنا ودمروا دنيتنا ودمروا وخربوا بيتنا، إن مسألة الصراع بين طائفتين تحاربوا على مين يخلف النبي بوقتها، كان أبو عمر صحيح، وعلي على مين اجت الخلافة؟ بالضبط، ولحد هلا الصراع. شو رأيك بهالصراع الصاير بسوريا حاليا؟ يعني
ما هو صراع ديني برأيك؟ تفضل. أكيد هذا صراع ديني موجود من زمان وصار بالثمانينات ورجع يتكرر هلأ ورح يرجع يتكرر أكيد، لأنه هو صراع دائر بحلقة مفرغة، صراع ممكن يخف شوي ويرجع يزيد، يخف ويرجع يزيد، بس بالنهاية هو موجود لأنه الاختلافات موجودة، الشيعة موجودين، العلوية موجودين، السنة موجودين. للأسف يمكن المسيحيين هن دوما محايدين نسبة لضعفهم ولنسبتهم القليلة، لذلك هن ما هم موجودين بالصراع، هن طرف فينك تقول بفضل الهجرة أكثر على أنه يدخل بهيك صراع. بس أنا أتصور إذا ما قدروا يحلوا هيك صراعات بالأخير، يعني بعد 10 سنين ممكن توصل القصة لحتى يا هذا بيني هذا يا هذا بيني هذا وخلاص، وبالنهاية ما بيضل غير طرف واحد. الجيد يعني أنه ما حدا بقدر ينهي حدا بصراحة، يعني ما حدا بقدر ينهي حدا مهما كان. صحيح. مهما كان طائفة صغيرة ولا شيء، خصوصا هالوقت هذا، يعني مستحيل أنه نقدر مثلا نلغي العلوية من حياة من سوريا أو نلغي السنة من سوريا، يعني موجودين هدول موجودين وهدول موجودين. فالأفضل يا شباب تعالوا نقعد على الطاولة ونشوف شو السبب. سبب شوي عصابة مجرمين عم نتقاتل بشانهم، دمرنا بلادنا بشان جماعة، مش جماعة، مجرمين، عصابة، يعني عصابة قطاع طرق كان للأسف الشديد. هلا للاسف هن ما عم يقدروا يتفقوا على صلاه واحده لحتى يتفقوا على هيك مساله ممكن ان تساهم بانقاذ حياه الملايين يلي اصلا مات منهم يمكن تقريبا شيء 2 مليون شخص لهلا ميت، وقديش مفقودين وقديش في عالم، يعني من 23 مليون يمكن ضل هلا بسوريا يمكن شيء اقل من 14 13 مليون. يعني للأسف ما ممكن يحلوا هيك صراع، كونه صراع على سلطة وكونه الطرفين عم يندعموا ورح يندعموا. صراع ديني للأسف الشديد، يعني صراع ديني، الصراعات السياسية ممكن تلاقي لها حل بكل سهولة، بس الصراع الديني لما بيقول أنا مذهبي هو الحق وأنا معي الفلان وتارات الحسين من التارات مشتنا من 1400 سنة عم هي وليت اليوم وعم تتكاثر. في عندي تعليق من الأخ جون كمان عم بيقول، طبعا تعليقا على سؤاله القديم، الطريقة المثلى لحماية الملحدين من الاعتقال مثل البطل رائف بدوي هو اللجوء إلى المحاكم الدولية في أوروبا، فهي لها القدرة على الضغط على الحكومات العربية في الكف عن اعتقال الملحدين. ما بعرف يعني انا معه، بس طالما هو بالسعوديه اموره ما انا محلوله، ومحاكم دوليه ما راح تعمل له شيء، اذا ما طلع على اوروبا ما راح يستفيد شيء، وطالما طلع على اوروبا ما عاد اصلا بده اي نوع من المحاكمات، لانه اتصور ما عاد بحياته راح يقدر يرجع على السعوديه، وهي الغلطه اللي وعد فيها زوجته فرح، رجعت على السعوديه او ما بعرف الطريقه اللي صارت فيها اعتقلوها. يعني طالما طلع خلاص ما عاد في داعي بنظري. صحيح صحيح. طيب طيب اخي نور، برايك يعني كيف لازم يتعاونوا الملحدين يعني حتى يوصلوا صوتهم للناس؟ يعني شو الطريقه برايك الطريقه المثلى، يعني انه نقدر نثبت انه نحن موجودين، غير يعني بحكينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وهالمسائل هي، في طرق تانية مثلا، طرق خلينا نقول شبه دبلوماسية مثلا من منظمات لا حكومية، أشياء هيك من القبيل هذا، برأيك كيف ممكن نوصل صوتنا أكثر؟ هلا فينا بطريقة أنه ممكن أنه أول شيء تدخلون بأنه نحن جماعة علمانيين، جماعة بنحب أنه نعمل نشاطات معينة، نشاطات مثلاً طلعات، دخلات، نشاطات موسيقية،
عادات كافيتيريات، شيئا فشيئا ممكن تحكي له، شيئا فشيئا النقاشات اللي بتصير، هذا كله بيعمل جو ألفة، وممكن تصير أنت تفهم الشخص اللي قدامك كيف عجينته. إذا ما قدرت تقعد معه وتاخذ تحكي معه ويصير بيناتكم خبز وملح، هو لا راح ياخذ ويعطي معك ولا شيء، ولا ممكن انه يسمع لك، لانه الحديث من انت قاعد هون وهو قاعد هنيك وانت قاعد عم تنظر عليه على المنبر، هذا ما راح تستفيد منه بشيء، مثل حديث اي حزب عم يحكي مع عالم جوعانه للاسف. طيب برايك نور، يعني بتريد انت انه يفهموا الناس انه يا جماعه عم تعبدوا انتوا وهم، عم تعبدوا خرافه، اصحوا بقى حاج. انت شخصك كنور بتريد انه توعيهم لهالناس هي؟ تفضل. وليش كمان، ليش يعني ليش بتريد توعيهم اصلا يعني؟ هلا بشكل عام لازم يتوعوا، لانه هلا حاليا الوضع صار مزري جدا بالعالم العربي. تصور لانه الوطن العربي والعالم العربي او اي تسميه ممكن يتسمى ما عاد قدر انه يوصل لاي وضع فكري وثقافي واجتماعي اسوء من اللي هلا واصل له. حتى الاميه عم تزداد بسبب الخطاب الديني الرهيب يلي عم يصير. اتصور اذا ما صحيوا هلا راح يشوفوا حالهم مستنقع، ما بقى ممكن يقوموا منه يمكن لبعد 200-300 سنة. و بصراحة الدين حتى انه في شغلة وحيدة ممكن عملها، انه انشأ ردة فعل للناس وصارت رؤيتهم للدين اكثر وضوح، حتى للدور السلبي اللي عم يعملوا بتخريب هالمنظومة الاجتماعية اللي هن عايشين فيها. يعني المليارات عم تندفع لبيوت الله من كنائس، جوامع ومزارات، مزارات عم ينحط لها ذهب، وعالم جوعانة وما عم تلاقي تاكل، أو تسليح حتى للميليشيات يلي موجودة من داعش لجبهة النصرة لأي للجبهة الإسلامية. يعني حتى انه ما عم يسخوا يدفعوا للتطوير التعليم وتطوير مناهج مدرسيه، بس انه معهم مصاري حتى يدفعوا لاي جماعه بس حامله القران او حتى الانجيل، يعني مثل المناطق اللي عم نشوف مثلا صدنايا ومعلوله، الكتائب اللي عم تتشكل كتائب المسيحيه للدفاع عن معلوله وكذا، يعني انه بدك تدافع بالاخير دافع عن سوريا، هي بالاخير كلها شركه واحده. هو للأسف يعني كله عم بندفع له، يعني المشكلة حتى النظام ولا مساوي حاله، ما كلهم عم بندفع له مشان يحبوا بعضهم. صحيح. يعني للأسف الـ 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 يعني المال اللي أنفق على الحرب الخمس سنوات الموجودة بسوريا كان ممكن يعني توصل سوريا عاملة جنة، جنة ما عاد مضطرين يعبدوا حدا ليطلعوا على الجنة. بالضبط بالضبط، للأسف الشديد للأسف الشديد. شو بتقول للناس اللي مثلا زي حالاتنا مثل ما بقولوا وبإمكانهم يجهروا، خصوصا اللي بأوروبا مثلا وما بدهم يجهروا بعدم المبالاة، أو يعني بيستحوا ولا ما بدهم يزعلوا بعض الأصدقاء، شو بتقول لهم يعني؟ وإنه يعني حياتهم غير معرضة للخطر. هلا انا بقول له لا تخجل من الحادك، انت شخص على الرغم من الضغط اللي تعرضت له ببلدك ومن المجتمع المحيط بيك، حتى المحاولات اليوميه لغسل دماغك وتلوينك نفس لون مجتمعك اللي معرفتهم، بس لانك بمجرد انك انسان مثقف ممكن تهدد حتى صيروره دينهم، قدرت انك تتمرد وتنط من مرحله انا مسير لا اعلم شيء الى مرحله انا اقرر مصيري بيدي. يعني انه انت هلا صرت باوروبا ممكن انك تساهم بمساعده الناس يلي لسه موجودين هناك، يعني خوفك ما بيساعدهم ولا حتى بمدهم باي نوع من القوه والقدره على انه تخطي حاجز الخوف. فنترجى من اي ملحد انه يتشجع ويعرف انه بالاخير صوت الحق هو صوت الارض.
أنا بضم صوتي لصوتك أخي نور، وأشجع أصدقائي إنه يا شباب زمن الخوف انتهى بصراحة، يعني خصوصا اللي أنتم بأوروبا، اللي قاعدين بأوروبا، يعني من شو خايفين؟ خايفين مثلا لصديق يزعل، ولا أخوي يزعل، ولا ابن عمي يزعل؟ يعني يزعلوا لأنه بالنهاية مثل ما في مثل بيقول إنه يعني لا تحب اللي بيضحكك وبعدين بيبكيك، بهالمعنى هذا، يعني صحيح. بيبكيك وبيبكي عليك، بس اللي بيضحكك ويضحك عليك شيء ثاني. طبعا في عنا اتصال كمان، خلينا كلارك. اهلين معلم كلارك. يا ريت كلارك، يا ريت بس اليوتيوب تلغيه وخليك على سكايب، عشان لانه الصوت عم يعطي صدى. هاي مش الحال. تمام؟ هاي لغيته. تمام. تفضل اخي كلارك. تفضل معلم. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. هيا يعني بتشكرك على البرنامج الصغير. برنامج كثير حلو. العفو اخي، انا بتشكر وجودك. بالحقيقة انا من سوريا، بس كمان مقيم بسويد، ويعني برأيي في هلا حاليا يعني فرصة، لأنه في كتير ناس بسوريا وفي مصر كمان بالعراق بلبنان في كل المناطق اللي شهدت يعني نزاعات تحولت لنزاعات طائفية. في كتير ناس هلا إذا بتشوف، يعني أنا من 5 سنين ما بتذكر إنه كان في ممكن أحضر إنه في قناة مثلا تحكي عن الحادث. يعني وصلنا لمرحلة إنه نحن عن جد صار عنا هيك شيء، يعني في فرصة عمل يعني. وبالنسبة في شيء جيد، يعني في كتير ناس ملحدين، يعني كتير ملحدين سوريين. في عنا صفحة يعني على الفيس اسمها سيريان اثيست نتورك، هول كلهم يعني في نسبة كتير كبيرة موجودين هلا بأوروبا يعني، وهول الناس فيها كتير تساعد يعني. فأنا بتوجه لهم يعني، بقول فيهم كتير يساعدوا، خاصة لأنه لحد هاي اللحظة بنسمع حتى يعني بمصر تشوف في نسبة ملحدين عالية يعني، بس كتير عم يحاولوا يضيقوا عليهم. حتى يعني الناس اللي عم تحاول يعني تجدد الخطاب الديني مصر، مثلا عندك اسلام البحيري، هلا تخيل يعني شخص عم يحاول بس يجدد الخطاب الديني ويقدمه بطريقة أفضل حبسوه يعني، فما بالك بقية الملحدين؟ عندك كتير ملحدين مضغوط عليهم مصر. في كتير ناس عم تشتغل يعني، الله يعطيها العافية، سواء أنت في كان أحمد حرقان، وفي كتير أسماء يعني. صحيح اخي، بالفعل يعني، بالفعل مثل ما قلت، يعني هون هن اللي جوا بمصر ببلاد يعني في ضغط عليهم، بس اللي باوروبا يعني انا بتمنى منهم انه يا شباب حاج خلونا نجهر يعني. يعني تخيل يعني في حتى هون يعني الناس الموجوده باوروبا، في كثير من الحدين باوروبا هون يعني، حتى هون عم تصير حالات يعني ضغط عليهم. شو طب يعني في فرصة عمل هون، يعني في مناخ ديمقراطي، مناخ جيد لأي عمل يعني. حتى في كتير منظمات معنية بتوقع بالموضوع، في إنه أي حدا يتواصل معه يشوف بمنطقته بألمانيا، سواء بألمانيا بالسويد بالنمسا بهولندا، في كتير منظمات معنية بالموضوع. فأنا بتوجه للكل يعني، فيكم يعني تتواصلوا معهم، شوفوا يعني في كتير ناس حتى بمصر يعني، في كتير ناس تحت يعني مظلومة من مصر بهذا الموضوع، في كتير أطفال كتير صحيح يعني. صحيح، يعني بصراحة معك حق أخي كلارك، يعني أنا أضم صوتي لصوتك، وأنا بتمنى كل الملحدين يعني يتعاونوا، وإنه خلونا نشكل شيء نقدر. بس فكرتك إنه يعني من 5 سنين ما كان في هيك شيء، نحن بنقول شكرا للانترنت وشكرا للكفار اللي طلعونا الانترنت، خلونا نحكي يعني، خلونا نقدر نوصل صوتنا ونجتمع على الجماعه الحلوه انا وانت والاخ نور. يعني بصراحه يعني من 5 6 سنين ما كان في هالشيء هذا يعني. فرصه عمل حقيقيه هلا موجوده، يعني الناس اللي شافت بسوريا نتائج الصراع الطائفي، ما اول شيء هو كان ثوره بالمطلق. صحيح. مع الوقت حول الصراع الطائفي للاسف يعني. حولوها يعني الجانبين، كان هذول جماعه السنه تبع اهل السعوديه، ولا كان انت بالاخير في
دول كثير حطت مصاري. بالضبط بالضبط. ملايين يعني. للأسف. في ملايين عم تندفع لينحط خطباء بالمساجد. صحيح. تقعد تحكي ليل نهار يعني، شوف انت يعني، فتخيل انت في عندك دول اسلاميه في شيوخ ما بتدخلهم، في العريفي، في كذا دوله عربيه تمنعه يدخل، وهذا الشخص موجود، وهذا الشخص يعني بيطلع على المنابر، وهذا الشخص مسموح له يحكي بالسعوديه، وكثير في ناس بتتبعه، مع انه يعني هو الشيء الجيد يعني انه يعني انت اللي تضلك فرضا مسلم، خلينا نحكي على الاسلام كوني انا مسلم يعني سابق، في انت عندك يعني بتشوف مئات الملايين من الناس وهن رافضين مثلا داعش، بس هن بسبب بقاهم هو بس شغله واحده، هو انه كثير شغلات بديننا ما بيعرفوا للاسف يعني، هو طريقك يعني للحد انت تروك كل الكتب اللي عم تحكي عنها، انت بس بكفي انك انت تقرا بكتابك يعني، اقرا بالقران، بس اقرا بالقران، شوفت يعني شوف انت حتى باي ايه يعني، تلاقي 20 تفسير، اقرا التفاسير، شوف عشو مجتمعين وعشو منهم متفقين. للاسف لا يتفقون على شيء. شو رايك انت اخ نور؟ انا معه 1000%، كل كلمه حكاها كلمه بالصميم كانت صحيح صحيح. إذا نحن ما قدرنا نحارب هالأنواع من الخطابات، حتى الملحدين اللي موجودين بالوطن العربي رح يكون مصيرهم سيء جدا، لأنه كل خطابات بالنهاية ضد أي إنسان مختلف عنهم، أكيد ملحد إنسان مختلف عنهم، ولذلك نحن لازم ننقذهم إسا ممكن يضللهم، إذا غير هيك رح يكون مأساتهم. بكل تأكيد بكل تأكيد. طبعا أنا بتشكر الأخ كلارك، بتشكره كتير، بتشكر وجوده، وبتشكر بصراحة يعني اتصاله، أنا كتير ممنون للاتصال. أخي نور خلينا يعني شو رأيك يعني برأيك هو شو رؤيتك أنت لمستقبل الملحدين بالشرق الأوسط؟ يعني فكرك وين ماشي السفينة؟ يعني اللي شايفينه هلا على اليوتيوب برامج تانية، يعني الحركة شايفينها بالإنترنت عموما، لوين رايحة سفينة الملحدين خلينا نقول، أو سفينة العلم؟ أنا بحب أسميها سفينة العلم يعني. تفضل. أنا رؤيتي لها السفينة رايحة لمكان جيد بل ممتاز كثير، عملت خطوات ممكن نشبهها بالنسبة للوطن العربي هي خطوات قفز على القمر، لأنه أنت عم تشتغل هيك شغل جبار بهيك مستوى من الحرية، فأنت إنسان، أنت النبي، أنت إنسان نبي، لأنك عم تقدر تعمل هيك شيء بهيك وضع وحاليا، وأي ممكن أي تقرير يجي ضدك ممكن يروحك ورا الشمس ما بيقولوا، لذلك أنا بشوفهم رح يعملوا شيء، وإذا مو هلا رح يعملوه بالسنوات الجاية، وكل إنسان ملحد موجود جوا أو برا رح يكون مساهم فيه، لأنه إذا ما صار شغل من الطرفين الطرف الثاني رح ممكن يغرق، ممكن سفينته تغرق. بس طبعا مثل ما حكينا الانفلات الأمني والتعصب يلي موجود هلا، وممكن التعرض للسجن، يعني خليكن دوما الحذر واجب. نحن دوما بجروبات الملحدين تبع السوريين نحكي الحذر واجب، والحذر اهم شيء، اهم من اي شيء هي حياتك، والتنسيق وضل نسق مع اي جمعيه حقوقيه، واتصور رح يوصلوا للي بدهم اياه، واكيد ما حدا رح يقدر يوقف ضدهم لانه هن الطرف الاقوى. ضبط. يعني انا اضم صوتي لصوتك اخي نور. يعني سؤال قبل الاخير، خلينا نقول حمله اجهر، يعني نحن بصفحتنا على الفيسبوك البرنامج، كيف بتقيم وكيف بتشوف حمله اجهر؟ تفضل. حمله ممتازه جدا، حمله كانت موجوده يمكن من سنه، بعدين شوي صار تعطيل للحركه تبعها، سكرت الصفحه رجعت فتحت، بس رجعت اقوى، رجعت بامور ان حتى اي مؤمن ما كان متوقع انه ينعمل مثلا برنامج كل
ملحد يحكي عن حاله، هي شغلة كتير مفيدة، هي شغلة ممكن تفتح أفق جديدة، ممكن تخلي المؤمن نفسه يعيد تفكير بالشي اللي عم يسمعه. وهي هون هي النقطة، هون هي الكتف اللي بتتاكل، هون هي النقطة، المؤمن عم يسمع شيء ما كان يسمعه من قبل. وهون كانت المشكلة بالنسبة للعلم، انه المؤمن بعمره ما سمع عن هالامور، بعمره ما وصلت له هالامور. هو عم ممكن بيسمع قنوات معينة، ممكن حتى انه بيسمع بيحضر مسلسلات وما له اصلا بكل هالامور، يمكن قناة الناشونال جيوغرافيك مو مولفة عنده، انه شيء ما له طعم بنظره. فلذلك اتصور هالبرنامج راح يعمل تغيير كبير لقدام. اهم شيء مثل ما حكينا التنسيق. تأكيد انا اتشكرك على مثل ما بقول الرؤية الجيدة للحملة عموما يعني. طيب اخي نور، يعني بدي منك كلمة أخيرة تقولها للملحدين وللمؤمنين عموما المشاهدين البرنامج، تفضل. أول شيء أنا بشكرك أستاذ جون، وبشكر القائمين على البرنامج الأكثر من رائع، لحتى أنه قدرتوا تتيحوا هيك فرصة لكل شخص حابب يحكي عن تجربته، وهي التجربة ممكن يستفيد منها أشخاص كتار. وطبعا بتمنى لكم التوفيق بقادم الاعمال وانتقال من برنامج صغير حتى لبرنامج تلفزيوني حدا بيعرف. وثانيا بتمنى انه نحط انسانيتنا بمقدمه اولوياتنا، لانه وصلنا عن جد لمراحل خطيره بتهدد حياه الانسان بين الحروب الاهليه لك حتى الاحتباس الحراري عفوا وتغير المناخ. يعني بالاخير بخلينا قدام خيار واحد، خيار واحد ما في غيره، اللي هو الوحدة بين الناس، لأنه بالنهاية مصيرنا واحد. وشكراً. بكل تأكيد أخي، أنا أضم صوتي لصوتك، وبصراحة يعني مثل ما قلت أنت حطيت إصبعتك على الجرح، يعني مصير البشرية واحد، يعني تاريخ البشرية واحد، مصير البشرية بالنهاية واحد. صحيح فلان طلع مصار طلع شيء اسمه إسلام، وطلع شيء اسمه مسيحية وديانات، وهي مرحلة قصيرة في عمر البشرية. الديانات تأكدوا أن الديانات عموما، الفكر الديني، الفكر الغيبي، هي أقصر مرحلة في تاريخ البشرية على الإطلاق، ولن تأتي مرحلة أقصر من هيك مرحلة. تفضل نور. صحيح، يعني أنه مثل ما حكينا قبل، عمره 4.5 مليار سنة الكرة الأرضية. ممكن تتذكر هيك حقبة سوداء بتمر عليها؟ لا أكيد لا، راح تنساها ومر بحقب ممكن تكون ذهبية أكثر من الحقب يلي نحن هلأ مرينا فيها. ولذلك دوما بنحط إيماننا بالإنسانية لأنه بنعرف في أمل. بكل تأكيد. والعلم يعني مثل ما بقولوا، العلم هذا هو هذا عصره، والعلم ما بيطلع لا على خرافات فلان ولا علان. والديانات كانت مرحلة اضطرارية، لأنه الإنسان بوقت وصل لمرحلة الوعي وطلعت الثورة الزراعية، ما كان عنده وسائل الإجابة على الأسئلة الأزلية اللي انوجدت بعقل الإنسان نتيجة تطور الدماغ. يعني فهي يعني مثل ما أقول، جواب اللي ما له جواب انوجد الدين، ولذلك الدين ما راح يطول. يعني أنا أعتقد ما راح يطول، وأنا بشجع كل أصدقائنا يا شباب، اجهروا، مو بشان أنفسنا، مو بشان أنفسكم، لا، بشان أهالينا اللي عم بتدمروا ويتقتلوا ويتشردوا. يعني مثل ما قلت أنا من قبل، قلت يعني في كتير هلا بلدان، يعني مثل ما أقول الوضع الأمني شوي راكز، بس صدقوني البركة بالإسلام، يعني ما راح يخلي منطقة بخيره، يعني بخيرها مثل ما أقول، راح يدخل فيها ويخرب الدنيا. يعني مثل السعودية الباب جاي عليها على الطريق، يعني ولا غير السعودية. أنا ما بدي أقول والله أبرك، يعني أصير مثل ما بقولوا وش نحس على الناس، لا، بس إني نحسين حاله إني نحسين حاله. بالضبط. أنا بشكرك أخي نور، وبتمنى يعني نشوفك بنشاطات تانية كمان مثل ما بقولوا،
وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، وبكرة معنا حلقة كمان بنفس التوقيت، أتمنى نشوفكم ونسعد بلقائكم. شكرا لكم، إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.